قبل فترة أنا أشوف هسا أكو صورة للنائبة عالية نصيف مفتتحة مغاسل بالحرية مجاني، والله أنا ما جايب الصورة حتى أقول مغاسل أعتبره يعني، وأظل أسوي مادة أقول منائبة تفتح مغاسل وببلاش الأبناء منطقتها وهكذا، لا مو هذا، مو هذا القصد منه. شخص أبو الأسود الواقف وراها، أستاذ تقدر شوية تكبر لنا الصورة حتى نشوفه، شوية تكبر له هذا حدها. أي والله كبر لنا شوية، تقول لنا زوم أبو الأسود، أبو الأسود اللي زارع جديد زين، هاي كبرها بالتطاوير. المهم شفتوا شكله زين مبين استاذ؟ آه هذا الشخص، هذا ابن أخت النائبة عالية نصيف محمد، تذكروا له؟ لا هسا هسا رئيس مدير بلدية، طلعنا الفيديو اي عندكم هسا دز غيث، طلعنا الفيديو حتى نشوفه. ويا ما تشتغل ده ويا حجي عالية نصيف اي ابن اختها اي، اخذت الكتب وقعتها الصبح داوديها المدير، الكتب قديمة اي اي. كمل اي كمل كمل كمل، اخذت الكتب بتوقيع اليوم اي وشغل اليوم، نعم لان اني اداوم وياهم الولد، يعني اروح لهم العصر لمكتبهم يطبعون الكتب مال الناس، طلبات الناس وكلهم فيهم طلبات، نعم. لا اليوم سويت امور واخذت من واحد فلوس، نعم، واني اركض زين ياخذون وساعه زين. اسمع من عندي خلنا خدمك، ايش قاعد قلت له بالتسجيل؟ اريد على موافقه البنزيخانه. قلت له تكلفك ستة، المن هاي الستة؟ إلك لو المن؟ لا والله بس دقيقة واحدة بس اعطيني مجال، الست دفاتر المن اللي قلت لك كلبك ستة، ما خلي تعبوا ستة، من هو اللي يسوي الموافقة؟ أبو فهد والله، ولو أنا سوي شو اسمه أبو فهد؟ شو اسمه أبو فهد؟ اسمه معتز والله، اسمه معتز. اسمع من عندي، وين يداوم معتز؟ ما أعرف والله، حتى وين يداوم؟ وين يداوم معتز؟ وين يداوم معتز؟ والله حتى ما اعرف. انت هسه دورك بست دفاتر بين هذا والبنزيغان، شو يسموه انت بينك وبين ذاك؟ انا وصيت وصيت وصيت، يعني انت هسه وصيت عن الرشوه، يعني هسه انت مو وصيت عن الرشوه، انا انت شنو شغلك تودي ست دفاتر؟ انت تجرك بست دفاتر شنو هي؟ فهمني انت تقول له اكثر من ست دفاتر ما خليها تعبر، انت موظف بالنزاهه لو انا غلطان؟ تمام. شو لك علاقه بالفلوس هاي ست دفاتر؟ موظف النزاهة يتعامل هيك بس الدفاتر؟ لا يصير؟ لا والله غلطان لا ما غلطان؟ غلطان. سب روح سب روحه بالاخير، صوته صار مثل عبو مو؟ اقول صوته لمن يشبه؟ هذا بلا كتل هيك صوته، تخيل بعد بس لحقت له الست النائبة لان هي خالته، لزمو بده ياخذ فلوس على مود بنزينخانة تنفتح موافقة، هو يشتغل بمكتبها مدير مكتب، هو شغله على الكوميشيونات يعني هو اللي يروح يفاوض، فماخذ ست شدات هنا واللزم النزاهه لزمتها لازم يد، وها شفتوه قدامكم خلصها هيك واعترف راسا بدون كتل. شلون يطلع الصوره استاذ؟ شلون يطلع يصير؟ شلون يطلع مدير ناحيه ذاك اليوم مسدس بصفحته ويفتر ويا الشفلات؟ مو بس مو بهذا الصوت مال عبو، لا غيره، سو هاي ودي هاي ويركض، هو زارع مو بالرفاء والبنين. هاي المفروض على هذه اللزمة مال الست شدات واحد هين حكم بالقليل فد خمسة ستة. ذبتهم سجن بالضبط اللي لزمه بالضبط اللجنة النزاهة اللي لزمه محمد بالفيديو الأول، لاحقتهم الست النائبة وتم حتى سجن بعضهم أيضا، وطلع محمد رجع الشغلة ايضا واستلم منصب باحدى النواحي البلديه، يمكن بالحريه وهي شيء اتذكر، بسيرتش بسيط ان شاء الله باكر اجيبه.